صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم. راح فيكم بحلقه اليوم من برنامج الحدث اليوم الاثنين 30 حزيران 2014 وبصيرنا نرحب بضيفنا بهالحلقه الصحافي والكاتب اللبناني قاسم قصير. صباح الخير استاذ قاسم، اهلا وسهلا فيك. اليوم عناوين عديدة رح نناقشها مع حضرتك، وعلى رأس الإرهاب المتنقل بين كل الدول العربية وصولا إلى لبنان، خبر إعلان الخلافة الإسلامية بالأمس من قبل داعش، وأنه رح يبطل اسمها داعش، رح يصير اسمها فقط الدولة الإسلامية وليس الدولة الإسلامية في العراق والشام. سنتحدث بالتفصيل في معنى هذا الإعلان، كيف يتأثر لبنان، هل هو مشمول بهذه الخلافة، هل هناك فعلا داعش في لبنان، ماذا عن كل الحركات الإسلامية الأخرى ومدى فعاليتها على الأرض وفي الميدان اللبناني، بالإضافة إلى كل العناوين الأساسية المطروحة وكيفية تأثرها بطبيعة الحال بالمواضيع الأمنية المستجدة. نبدأ من إعلان داعش بالأمس الخلافة الإسلامية. ماذا يعني أن تعلن داعش الخلافة الإسلامية وأن تبايع أبو بكر البغدادي خليفة عليها؟ طبعا ما جرى هو حدث مهم جدا أنا برأيي، سواء على المستوى الفكري الإسلامي أو على مستوى الجيوسياسي في المنطقة أو على مستوى التداعيات الجغرافية والإقليمية، لأن هذه لأول مرة يعني بعد 90 سنة من انتهاء الخلافة العثمانية 1924 تعلن الخلافة الإسلامية في منطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط، لأنه سابقا طالبان أعلنت إمارة طالبان لكن لم تعلن أنها الخلافة الإسلامية لكل المسلمين. هذه الخلافة لها تداعيات كثيرة، أولا على مستوى الجغرافي ستعيد ترتيب المنطقة، طبعا إذا نجحت تلغي الحدود تقيم دول جديدة بموازاتها، هناك دولة كردية تتحضر، يعني ذاهبون نحن إلى ما يشبه الدول الدينية أو العرقية، طبعا إذا صارت الأمور بهذا الاتجاه ولم يتم الوقوف بوجه هذا المشروع. طبعا رح نحكي هلا بعد شوي. المسألة الأخرى عندما يتم، وهذا له علاقة بالفكر الإسلامي والفكر الديني، يعني يتم إعلان خلافة، هذا يوجب على كل المسلمين وكل الحركات الإسلامية مبايعة هذه الدولة وهذه الخلافة، وإذا لم يتم مبايعة الأمير الجديد فهذا يعتبر عصيان على الخليفة أو على الدولة، مما يستوجب قتالهم، وهذا طبعا سيضع الحركات الإسلامية والقوى الإسلامية في المنطقة أمام تحدي كبير تجاه الموقف من هذه الدولة، بما فيها تلك المتشددة، يعني حتى جبهة النصرة، جبهة الإسلامية، تنظيم القاعدة. هلأ لم يعد الآن تنظيم القاعدة هو المركز في الحراك على مستوى العالمي، ستتحول الدولة الإسلامية هي المركز وهي التي ستطلب البيعة والولاية من كل القوى الإسلامية والحركات الإسلامية. المسألة الأخرى لها علاقة بدول المنطقة، كيف ستتصرف دول المنطقة مع دولة إسلامية تحيط بسوريا، بالأردن، بالسعودية، بتركيا، بالعراق، ويمكن أن تمتد إلى إيران، يعني هذه الدولة. والنقطة الأخيرة هي على مستوى الدولي، هل سيتم القبول بهذه الدولة الجديدة سواء على مستوى الأمم المتحدة أو مستوى أمريكا، روسيا، كيف سيتم التعاطي مع هذه الدولة؟ طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت، لكن أنا برأيي ما جرى أمس هو تطور مهم وخطير جدا وسيكون له تداعيات كبيرة. إلى ما ارتكزت داعش برأيك لكي تطلق هذا الإعلان؟ إلى ما حققته من تقدم ميداني في العراق وإزالتها الحدود في مناطق معينة بين العراق وسوريا، أم إلى زيادة قوتها المالية أيضا، ربما يعني ما تم الحديث عنه، بالإضافة إلى الوضع الميداني، أم إلى أي مقومات؟ كل هذه العناصر ساهمت بإعطاء داعش هذه القدرة. أولا داعش تمتلك قدرات مالية وقدرات عسكرية أصبحت كبيرة جدا، أصبح لديها أرض، لأن نحن نعرف أن إعلان الولاية أو الخلافة أو إعلان الدولة يستلزم وجود أرض أولا تسيطر عليها سواء المنظمة أو الجهاد، ثانيا الإمكانيات المالية والعسكرية التي حصلت عليها داعش سواء من سوريا أو من العراق، حتى أنا برأيي قبل العراق داعش تمتلك أبار نفط، تصدر نفط، تبيع نفط، لديها إمكانيات، وهي من أجل ذلك نجحت باستقطاب العديد من العناصر ووقفت بوجه جبهة النصرة والجبهة الإسلامية في سوريا، لأنها تدفع لهم، لا تدفع أموال وتستقطب طاقات ليس فقط من سوريا أو من العراق، من كل أنحاء العالم. بعد التطورات في العراق امتدت إلى مناطق أخرى، تحالفت مع قوى متعددة، الجيش الإسلامي، الطريقة النقشبندية، البعثيين في العراق، ونجحت في امتلاك أرض جديدة لا تكتفي فقط بسوريا، وأنهت
ما يسمى. ولكن هذه الأرض يعني ليست مملوكة أو يعني السيطرة اليوم عليها ليست بالكامل لداعش، يعني هي أيضا لهذه الفئات السنية التي قاتلت شريك إلى جانب داعش ضد الحكومة. القوة الأهم هي الآن داعش، يعني الآن نحن لا نسمع عن النقشبنديين ما هي قوتهم، رغم أن هناك خلاف إيديولوجي بين النقشبندية كونها طريقة صوفية وبين داعش، لكن داعش نجحت بالاستفادة من كل المشكلات التي واجهها تنظيم الوضع في العراق واستقطبت كل هذه العناصر وأصبحت هي الآن القوة الأبرز وتتحالف مع الآخرين. بس عم بينحكى يعني عن 10,000 مقاتل أو بالحد الأقصى 15,000 مقاتل، يعني كيف بإمكان هذه المجموعة وهذا التنظيم إعلان الخلافة التي ستمتد إلى دول أخرى، يعني عراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن والكويت، يعني هذا المعلن عنه حتى الساعة فقط بهذا العدد القليل، يعني البعض يرى أن ربما هذا الإعلان لا يتمتع بواقعية كبيرة. أولا بالفكر الإسلامي لدى هذه التنظيمات أن ليس هناك حاجة لأول أرض واسعة لتعلن خلافة أو إمارة، يمكن مثل ما صار في أكثر من تجارب سواء بمصر أو بلبنان أو بأفغانستان إمكانية إعلان الإمارة حتى لو أرض غير كبيرة. ثانيا داعش نجحت خلال الأشهر الأخيرة باستقطاب العديد سواء من التنظيمات أو المجموعات أو العناصر، وهناك الآن توقع أنا برأيي هذه أن تجتذب لها. في الأردن قبل أيام قليلة تم مسيرة ضخمة بمدينة معان الجنوبية، نحن ننتظرك، وهي بدأت يعني تتوجه نحو الحدود الأردنية. في السعودية أنا حسب معلوماتي يوجد الكثير من الذين يتعاطفون مع داعش، وطبعا لذلك لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية تطوران مهمان في السعودية، أولا إعلان الملك عبد الله استعداد لمواجهة أي خطر، ثانيا التصريحات التي أطلقها أمس بإدانة الإرهاب، لأنه يوجد في السعودية على المستوى الشعبي تعاطف كبير مع داعش. طبعا هناك مناطق أخرى في العراق يمكن تنضم إلى داعش بسبب فشل الجيش العراقي باستعادة كل المناطق. بسوريا بدأت المعلومات أن أعضاء جبهة النصرة الذين كانوا يقاتلون داعش بعض الأمراء بدأوا ينضمون إلى داعش، يعني هذا التنظيم نجح. وعادة الأقوى هو من يجذب الأضعف، يعني إذا تحولت إلى دولة أنا برأيي طبعا هل تستمر؟ يعني هذا مرتبط بكثير لكي يعني هل ما تحدثت عنه حتى الساعة، يعني من قوة مادية ومالية ومن قوة ميدانية في أماكن محددة، هل هذا يكفي لقيام الدولة الإسلامية التي أعلنوها أو الخلافة الإسلامية، أم أنه نحتاج لمقاومات كثيرة تجعل من هذا الإعلان مبالغ فيه ربما وليس واقعيا كما هم اختاروا لك. توقيت مهم جدا في لحظة الوضع كله الإقليمي والدولي يشهد ظروف غير طبيعية، يعني ما جرى مع الأكراد، يعني عندما يأخذ الأكراد مدينة كركوك ويعلن مسعود برزاني أنه لن يتخلى عنها بعد الآن وأنه طبق القرار 140 المادة 140 الدستور العراقي، هناك تطور كردي، الآن نحن أمام ما يشبه دولة كردية بدأت تتعلق. الوضع الثاني أنه دول المنطقة غير متفقة فيما بينها وتعيش صراعات، يعني سواء إيران والسعودية، تركيا وإيران، بعض الخلافات، يعني ما في ظروف تساعد الولايات المتحدة الأمريكية الآن ما يشبه انكفاء بعكس ما حصل في حرب العراق وحرب أفغانستان عندما تدخلت للهجوم. لماذا حتى الآن لم تقدم أمريكا أي مساعدات جدية للحكومة العراقية لمواجهة ما جرى في العراق؟ ثانيا لم يصدر مواقف يعني منددة بشكل كبير بما جرى في العراق، حتى أن ما جرى في العراق لقي نوعا من الدعم والتعاطف من المملكة العربية السعودية، من الأردن، من تركيا. نعم، ولكن هذا البعض يميز بين أنه دعم داعش أو دعم ما يسميه البعض ثورة سنية أو دعم فئات سنية تعتبر نفسها مهمشة ولا تحظى بحقوقها ومواطنين من درجة بالنتيجة ثانية. يعني في نوع من الحساسية، يعني البعض بيشوف إذا بده يدعم أو بده يدين هذه الأعمال الأخيرة على الأرض، يعني ما قامت به داعش وفئات سنية أخرى، وكأنه هذه الإدانة ستكون إدانة للسنة أو إدانة، لذلك هناك حذر ربما بإعلان الاستنكار. داعش استغل هذه الظرف، تعاطف الضمني مع ما يجري في العراق، سكوت الدول الكبرى أو بعض الدول الإقليمية، اعتبر هذه اللحظة هي مناسبة لإعلان دولة إسلامية. هل هذه الدولة ستنجح بالاستمرار؟
لديها مقومات. هذا هل ستقوم اصلا برايك؟ الان برايي الان ممكن نقول انها قامت الان، لم يعد الان بالمعنى انه شيء نظري، اصبح الان هناك كيان. قامت بالكلام لا لا استاذ قاسم، فينا هلا نقول انه في دوله، في دولة اسلاميه بمعنى ان هناك ارض لداعش، ارض مسيطر عليها، لديها امير، ستعين بعد ايام، انا برايي ستبدا تعيين وزارات وتشكيل، وهم الان بداوا ينفذون سياساتهم حتى في الموصل وفي الرقه، يأخذون الضرائب أو حتى الجزية من المسيحيين كما أعلنوا، يطبقون الشريعة الإسلامية وفق ما هم يؤمنون، أزالوا حسب البيان الذي أصدروه، أزالوا الكنائس، أزالوا التماثيل التي يعتبرونها. لا بس هم بدأوا يلقون معارضة يعني حتى من الفئات الصينية التي قاتلت إلى جانبهم ضد الحكومة. يعني أنا هون كان بدي أسألك أستاذ قاسم، أنه إلى أي مدى يمكن قيام هذه الدولة فعليا بوقت أنه صحيح في أفراد ربما تتعاطف حتى ولو يعني يكبر حجم هؤلاء الأفراد وعددهم، ولكن الدول والأنظمة هي ضد داعش. يعني ليس هناك من دولة على الأقل علنا تدعم داعش، أو حتى من مصلحتها أن تدعم هكذا حركة متشددة. هذا الأمر سيأتي لاحقا، أنه هل سيتم الاعتراف أو عدم الاعتراف، كيف سيتم مواجهة داعش. هناك معلومات مثلا أن الأتراك يمكن يتدخلوا عسكريا لاحقا لمواجهة داعش مثلا. الأردن بدأ التحضير، السعودية، لكن أنا بدي أقول كإعلان تم الإعلان، لم يعد الآن نقول أنه أعلنت أو لم تعلنت. استمرارية مرتبطة أولا هي بأدائها، لأن حتى الملاحظ داعش ما بين سوريا وبين العراق تبعت نموذج جديد، تحالفت مع قوة أخرى، بعكس بالعراق كانت عم بتقاتل جبهة النصرة وعم بتقاتل جبهة إسلامية. لا، بالعراق تحالفت مع ضباط بعثيين، مع النقشبنديين، مع الجيش الإسلامي، وأمنت لها في العراق ما يسمى أرضية واسعة، ومن أجل ذلك نجحت، وإلا لم تكن تنجح بمواجهة الحكومة العراقية. أنا برأيي لا، داعش الآن أمر حقيقي وواقعي، وبدأنا نشهد، وأنا برأيي هذه ظاهرة كمان غير عادية حتى في لبنان الآن، من بعد داعش بدأنا نشهد تحركات من قبل القوى والهيئات الإسلامية التي كانت تعتبر داعش تنظيما تابعا للنظام السوري أو الإيراني. بعد ما سيطرت داعش على العراق بدأنا، ويمكن أشرت اليوم في هذا، في ما يسمى الحراك السني في لبنان، من قبل من؟ قبل أهم هيئة علمائية إسلامية في لبنان، هي هيئة علماء المسلمين، التي كان يفترض أن تبدأ اتخاذ سياسات يعني انفتاحية تجاه القوى الأخرى. بعد حصول تطورات العراق أعلنت هيئة علماء المسلمين في بيان إعلان الحراك السني، واعتبرت نفسها جزءا من الحراك الممتد من بيروت إلى بغداد. النقطة الأخرى، الحراك الأمني الذي حصل، يعني لم يمضي على ما جرى في العراق أسبوع أو عشرة أيام، بدأنا نشهد مجيء عناصر ممولين من قبل داعش إلى لبنان لتنفيذ عمليات أمنية. هذا يؤشر أن هذا الكيان له وضعيته، له مركزيته، وبدأ ينشط. فكيف إذا استفاد الآن؟ نعم. إذا لم يحصل، اسمح لي أستاذ قاسم، رح نتابع، ولكن ما ننتقل إلى إلى قصر العدل مباشرة والاستماع إلى مدير عام تلفزيون لبنان طلال مقدسي. من المدعي أن يثبت أول شيء إذا له حق يدعي، إذا يملك الحصرية على الأراضي اللبنانية، إذا أخذ إذن من وزارة الاتصالات، إذا أخذ إذن من المجلس الوطني للإعلام، إذا هو مكف له حق. وبتعجبت يعني، أنا ما بتعود، ماني معود على الحكومة وعلى القضاء وعلى المرافعات أنه يدعي أنه له حق الحصرية حتى ولو ما عطاه لأحد. إذا هل هناك إرادة بحرمان المواطن اللبناني من مشاهدة المونديال؟ هذا شيء غير معقول إطلاقا. نحن مستمرون وسندافع عن حقوقنا وندافع عن حقوق المواطن اللبناني، لأنه أثبت الوقت أنه أكثر من 50% أو 60% من المواطنين اللبنانيين لا يتلقون، ما عندهم إمكانية مشاهدة المباريات عن طريق الكابل، يلي الدولة اللبنانية بمبادرة من وزارة الاتصالات أمنته بدون أي مقابل. نحن تلفزيون لبنان من أمنه للمواطنين من غير أي مقابل. إذن الحصرية ما لها معنى، والحكومات والأوانين الأوروبية أصدرت قرار من 2012 بيقول أنه أحداث المونديال مثل اليورو كاب هي من الأحداث العالمية التي لا يمكن إعطاء حصرية لمشاهدتها أو متابعتها. يعني إذن هي حق من حقوق المواطن اللبناني، وسنتابع ونؤمن له هذا الحق. برأيك نتابع بس هذه المباريات على التلفزيون؟ يعني المباريات مكملة على تلفزيون لبنان،
ويكفينا فخرا، يكفينا فخرا انه توحدت تلفزيونات لبنان وتوحدت 8 و14 اذار وتوحد الوطن ورا تلفزيون لبنان. هاي وحده. برايك ليش توقيت هلا الدعوه يعني بعد ما بلش المونديال وصار له ايام؟ بعتقد هيدا تساؤل مش بس حضرتك عم تقولي، نحن كمان عم نتساءله شو السبب. هل انه هناك كان مخطط لحرمان المواطن اللبناني؟ هل هناك مخطط لحتى يكون في نقمه لبنانيه شعبيه على الحكومه بلبنان؟ هذا لن نمنحه لاي انسان، لانه نحن اليوم انا لا اتعاطى السياسه، انا بتعاطى الشان الوطني وشان تلفزيون لبنان والمونديال للمواطن اللبناني. سؤال يعني عم يطرح المحامي الخصم عم بيقول انه حضرتك ياخذ عليك انك قلت بالمؤتمر الصحفي تبع الوزير بطرس حرب حتى لو ما كان لي حق، بس بدي بس يعني عم ياخذ عليك هالكلمه. هو قلبي اول شيء بتشرف وقلبي كبير انه قلت هاي الكلمه، يلي تناقض كلمته الي حق ولن اعطي الحق. المواطن له حق وحقه بتلفزيون لبنان لانه هو شريك مشارك بتلفزيون لبنان. تلفزيون لبنان هو تلفزيون الوطن، هو تلفزيون الجميع. وبعدين يكفيني فخرا مره ثانيه انه استرجعت المشاهد اللبناني بقرى الجنوب لتلفزيون لبنان بدل ان يتابع المباريات على التلفزيون الاسرائيلي. اذا هذا ما تريده شركه سما، لا مش سما اليوم، هلا اليوم بي ان، اذا كان هذا ما تريده شركه بي ان فقدت وخسرت السباق. طب برايك استاذ صلاح ليه ما كان في ايجابيه بالتعاطي من السياسيين؟ يعني كان في محاولات لحتى يكون في تعاون من قبل دوله قطر بموضوع المونديال، بس ما كان في تجاوب. قال لك انا سياسيا ما بعرف شو عم بيصير، بس بقدر بقول لك نحن كتلفزيون لبنان وبالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه صار في تواصل مع بي ان، وارسلنا عده برقيات بنطالبهم في شو الحقوق الماديه اللي بدكم اياها، شو القوانين اللي بدكم انه نتبعها. اول ايميل بيجي ما في جواب، ثاني ايميل، ثالث ايميل، دائما بيطالبوك اعطينا عرضك. يعني هناك كانه هناك كان نيه مبيته لحرمان اللبناني من هذا الحدث، والحمد لله تلفزيون لبنان تلفزيون المواطنين عمل لهم هذه الحريه. يعني ما بتعتبر انه هن معهم حق حصري؟ هيدا هن بيشددوا عليه انه هن لهم الحصريه وانه لا انتم ما عندكم حق. هل هناك حصري؟ هل هناك اشترى حدا اشترى الفضاء في لبنان؟ هل المواطن اللبناني للبيع؟ هل الشعب اللبناني يباع من دون علمه؟ لا علم للدولة، لا علم لأي وزارة، لا علم لأي تواصل، ما في أي إذن من أي فئة لبنانية. كيف تاخذ حق للشعب اللبناني؟ بس دكتور في سابقة بالماضي يعني كانوا عطيوها هني لأصحاب الساتلايت بالماضي، يعني بال 2010 عطوها لأصحاب الساتلايت ويمكن بال 2006 كمان، مش هناك عم بيقولوا اليوم إنه هني هذا القرار أخذوه يعطوه للساتلايت فقط وليس للتلفزيون الرسمي؟ بال 2006 كان في أخطاء في السابق، وهذه الأخطاء تداركتها الحكومات وتدارك القضاء في أوروبا، وأصدر قرار بال 2012 إنه المونديال والبطولات الأوروبية هي من الشؤون التي تهم كل مواطن، وهذه الشؤون التي يهتم بها كل مواطن تتفوق إداريا وحقوقيا على التعاقد بين الأطراف. رقم اثنين، كان في اجتماع جمعة الماضي يوم الخميس بنابولي بإيطاليا للكوبيام وللإي بي يو، وأيدوا قرار المحكمة الصادر بال 2012 الذي يلغي اي حصريه للمباريات الرياضيه اينما كان في العالم. إيه بس يعني ساعتها انه ببطل في حصريه، كيف تامن مدخول الفيفا يعني اذا بطل؟ الفيفا هي مؤسسه غير قابله، لا تبغي الربح، والفيفا عندها مليار دولار وعندها من المعلنين ما يؤمن لها مئات ملايين الدولارات، مش محتاجه للفقير اللبناني اللي قاعد بالضيعه لحتى تستثمروا وتبتزوا الفيفا والشركات الاخرى اللي اخذت الاحتكار من الفيفا أن تبتز المواطن اللبناني برزقه الذي هو بحاجة لكل دولار، وقت اللي عندنا نسبة البطالة تعدت 20% من الشعب اللبناني. عيب وحرام هذا الفقير أن يحرم من هذا الحق. إذن تلفزيون لبنان باقٍ 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 بإذن الله. بإذن الله. شكراً. وكل رمضان وأنتم بخير وينعاد عليكم. شكراً أستاذ صلاح المخلص، يعطيكم العافية.
إذا مشاهدينا كنا مع تصريح أستاذ طلال مقدسي المدير العام لتلفزيون لبنان، وطبعا كان هناك جلسة اليوم الدعوة المقامة ضد التلفزيون على خلفية نقل المباريات، وقد تم تأجيل الجلسة إلى 4 تموز. أعود إليك أستاذ قاسم قصير وإلى داعش وقلقنا اللبناني، ندخل هلأ بتداعيات هذا الأمر على لبنان. طبعا لبنان مشمول بهذه الخلافة الإسلامية طبعا التي تم الإعلان عنها، أنه تم تعيين أمير، أو حسب اعترافات الموقفين بالتفجيرات أنه هناك أمير أردني يتولى الآن التنسيق بين داعش وبين لم يتم تأكيد هذا الخبر، يعني لم يعلن بشكل، قرأته اليوم ببعض المواقف، وأنا برأيي يعني صار في أمير لداعش، صار في أمير هيك البيت الأردني بعتقد هلا يمكن اسمه. أنا برأيي داعش ستمتد أصلا بالدولة الإسلامية الأولى، يعني قبل الخلافة دولة إسلامية في العراق وبلاد الشام، ضمنيا بلاد الشام حسب الفكر الإسلامي تضم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، يعني لم يكونوا بحاجة لقول أنهم موجودين أو يشملون لبنان. هلأ أنت وجود داعش بالمعنى الواقعي، طبعا يمكن كان في بعض الناس المتعاطفين مع داعش قبل إعلان الخلافة وقبل أحداث العراق، لكن الذي حصل أنا برأيي أنه بعد أحداث العراق بدأنا نشهد، وكان في حتى تشكيك يعني بداعش أنه هي داعش، هي هل هي تابعة للنظام السوري أو الإيراني، خصوصا أنها كانت حتى البعض اعتبرها يمكن عميل مزدوج وتعمل لصالح هنا ولصالح هناك. لكن بعد الأحداث في العراق لاحظنا أن هناك تعاطف، حتى أن بعض في بعض الأماكن تم رفع أعلام لتنظيم داعش، هناك بعض أعلن ارتياحه لما جرى وبدأ الحديث. أنا برأيي طبعا نحن علينا أن ننتظر، هناك تحدي وموقف من خصوصا تجاه القوى الإسلامية التي كانت تنتقد داعش، هل كيف تتعاطى مع هذا الإعلان وبشكل واضح وصريح، يعني يجب رصد ردود الفعل رصد يعني من بعد هذا الإعلان. حزب التحرير الآن، حزب التحرير كان يعلن دائما أنه يريد إقامة خلافة إسلامية، صحيح. هل حزب التحرير يعتبر هذه الخلافة هي الخلافة الإسلامية أو لا؟ هل سيعلن البيعة أو لا؟ هيئة علماء المسلمين التي كانت تنتقد داعش في سوريا يجب أن تحدد، خاصة أنها أعلنت أنها جزء من الحراك السني في لبنان والمنطقة حسب بيانها، وأنا يعني أعتذر عن استخدام هذا التوصيف. بقية التنظيمات الإخوة الإسلامية في لبنان مثلا، في كثير تنظيمات بالمخيمات خارج، كيف سيكون موقفها؟ هذه على المستوى الموقف. على المستوى الواقعي يعني ما جرى في الأيام الماضية، وجود عناصر تابعة لداعش بدأت تنفذ تفجيرات، دليل أن هذه الدولة تنشر نشاطها في لبنان. هناك أسرار يعني لدى الكثير من السياسيين في لبنان على أنه هناك تضخيم لهذا الأمر. صحيح أنه في عناصر دخلت إلى لبنان ولكنها ليست، لم تكن لبنانية، وأن تبين أنه أحد اللبنانيين يسهل لها الأمور أو يزودها بالأسلحة، وأنه الأمر لا يتعدى تعاطف بعض الأفراد، وليس هناك في لبنان بيئة حاضنة لهكذا تنظيمات يعني أولا يعني طبعا لبنان الوضع السياسي بلبنان عنصر جيد لمواجهة هذه التنظيمات بسبب وجود حكومة الآن، تعاون بين حزب الله وتيار المستقبل والأجهزة الأمنية، لكن الذي جرى في الأيام القليلة عندما يتم اكتشاف مغارة في منطقة فنايدق ويجهز فيها التفجيرات، وعندما هناك شخص المنذر الحسن وهو أحد أشقاء عائلة إرهابية بكاملة، يعني حتى الواحد ما يتولى، بس هي تتولى التحضير والتفجير ولديها عناصر قتلوا في مناطق أخرى، يعني عدم وجود بيئة بالمعنى المطلق مش صحيح، لا في عناصر، في بيئة حاضنة في لبنان، فينا نقول هذه بيئة حاضنة، ممكن بيوم الأيام بتكون أول شيء عندها ملاحظات بعدين بتبلش تتفاعل معها. نحن لاحظنا خلال 20 سنة الماضية كلما يحصل تطور مهم في العالم على مستوى الإسلامي نجد أن هناك من يتفاعل معه بالشيشان وبالبوسنة وبالعراق وبأفغانستان، وحصلت. أنا أتوقع الآن برأيي أن موضوع إعلان الخلافة الإسلامية في العراق سيجد له مناصرون ومتعاطفون سواء في لبنان أو في المنطقة. البعض يعتبر أن ما جرى سيكون هو الحلم الذي يتحقق بعد 90 سنة. بس يبقى في إطار الأفراد برأيك أم يتعدى هذا الأمر إلى مجموعات منظمة تدعم داعش وتنخرط رسمياً في هذا التنظيم؟ أنا برأيي ما في شيء مستبعد، ويجب أن نكون حذرين ومنتبهين. طبعاً أنا مش عم بخوف، طبعاً الوضع السياسي بلبنان أمر يشكل حاجز لمنع هذا الأمر، لكن إذا افتراضا تثبتت هذه الدولة وأصبحت كيانا قائما وأخذت الوضعية الطبيعية لها ولم تجد قوى دولية أو إقليمية تواجهها وبدأت تنشط وبدأت تمد
افتراضا سيطرتها باتجاه سوريا اكثر باتجاه الاردن اكثر. انا برايي يعني علينا ان لا يعني ننام على حري. طبعا وضعنا الان احسن من بقيه الدول، عندنا أجهزة أمنية ناشطة، عندنا وفاق سياسي نسبي جيد، لكن أنا برأيي بالمنطق الإسلامي هناك من سيعتبر أن في رقبته بيعة لهذه الخلافة، لأنه هناك قاعدة عند الكثير من الإسلاميين أنه عندما تعلن الخلافة يجب البيعة لها عندما يكون هناك أمن. هم أحسنوا بتوصيف أنفسهم، أعلنوا الخلافة الإسلامية. هلأ ما بعرف قديش تجاوب بلبنان، يعني هذا أمر يحتاج لمراقبة، لكن إنه ما فينا نقول إنه والله ما في بيئة حاضنة، ما في داعش، ما في داعش. البعض يربط هذا الأمر بالتشنج والاحتقان السني الشيعي الموجود، البعض يربط هذا الأمر مثل ما نسمع على لسان الكثير من السياسيين من قوى 14 أذار تحديدا، أنه له ارتباط بوجود حزب الله في سوريا، بقتاله إلى جانب النظام في سوريا. سنتحدث بالتفصيل بهذا الموضوع بعد الوقفة مع الجولة على الصحف مع كريستين. تفضل كريستين. صباح الخير مشاهدينا، من جديد رح نبدأ الجولة اليوم مع صحيفة السفير والتي نشرت بعض المعلومات الأمنية في صفحتها الأولى. بحسب مراجع عليا فإن مستوى المخاطر الأمنية لا يزال مرتفعا وفق المعطيات التي تبلغت بها من الجهات المختصة، ما يستدعي إبقاء الحواس الأمنية يقظة إلى أقصى الحدود. وفي هذا الإطار علم أنه تم الطلب من بعض الشخصيات السياسية والنيابية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والتخفيف من تنقلاتها، لا سيما خلال هذا الأسبوع. ومن السفير ننتقل إلى النهار وأيضا إضافات أمنية. أبلغت مصادر أمنية مسؤولة أن الوضع الأمني من غير أن يتحول هاجسا يتطلب تضافرا للجهود بعدما تبين للجميع أننا لسنا معزولين عما يجري في المنطقة. مصادر النهار قالت إنه في الاجتماعات الأمنية في كانون الثاني الماضي تحدث جهاز الأمن العام عن أن العمليات الانتحارية قد تتحول عمليات غماسية بأن يفجر الانتحاري نفسه في تجمعات سياحية وتجارية، ولفتت إلى أن لتنظيم داعش بيئة حاضنة لكن محدودة جغرافيا في أوساط الفتيان. من النهار إلى الأخبار ومقال جديد للزميل رضوان مرتضى. بحسب الاستخبارات الغربية 15 انتحاريا في لبنان، هكذا عنوان مرتضى. بدأت المديرية العامة للأمن العام في اتخاذ إجراءات استثنائية في ضوء ملاحقة الخلايا الإرهابية، وانطلاقا من هذه الغاية رفض الأمن العام منح إذن بدخول لبنان لأكثر من 60 شخصا وصلوا إلى مطار بيروت وهم من جنسيات عربية وأوروبية، علما بأن ضباط وعناصر المديرية يجرون عملية تمسح دقيق لنحو 4000 أجنبي دخلوا إلى لبنان أخيرا للتثبت من عدم علاقتهم بأي جهة مشتبه فيها أو ضلوعهم بأنشطة إرهابية. المعلومات التي وردت على دفعات إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية من أجهزة استخبارات أوروبية وأمريكية تجعل مجموع الانتحاريين المفترضين الذين دخلوا لبنان على مدى الشهرين الماضيين يصل إلى نحو 20 انتحاريا. وهنا يرجح أمنيون أن منفذي التفجيرات الثلاثة الأخيرة والمعتقلين الاثنين أخيرا هم من بينهم، وهؤلاء الانتحاريين متعددي الانتماءات الجهادية. من هذه المعلومات الأمنية ننتقل الآن إلى المعلومات السياسية مع صحيفة الجمهورية. اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في باريس لم تتوصل إلى مدخل جديد للاستحقاق الرئاسي اللبناني، هكذا تقول الجمهورية. وتضيف إن الأفرقاء الإقليميين غير مستعدين في المرحلة الحالية للتنازل في لبنان، خصوصا بعدما بلغ النزاع فيما بينهم ذروته بسبب الأحداث الجارية في العراق. وقد ركزت اجتماعات كاري بمجملها على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني في لبنان. نبقى مع السياسة. ومن صحيفة اللواء، يعتزم الفاتيكان إرسال موفد إلى بيروت الأسبوع المقبل ناقلا قلق البابا من عرقلة الاستحقاق الرئاسي في ظل الأوضاع الإقليمية المتفجرة. وينوي الوفد الفاتيكاني لقاء عدد من المسؤولين للاطلاع على الأوضاع وكيفية توفير الحلول لإنهاء الفراغ في الموقع المسيحي الأول في لبنان. توازيا، تحدثت معلومات واردة من الخارج عن أن البطريرك الراعي قد يتحرك باتجاه بعض دول القرار للضغط لإنجاز الانتخابات الرئاسية، وتردد أنه قد يزور واشنطن للتشاور مع المسؤولين في دائرة القرار في سبل الكفيلة بتأمين مناخات ملائمة لإتمام الاستحقاق الرئاسي. ننتقل الآن إلى صحيفة الرياض السعودية.
ربما تغاضت أمريكا عن داعش أو صورتها بأنها جزء من حالة لا تهدد أمن المنطقة أو مصالحها بوجه خاص، غير أن صاعقها السريع بدد تلك الأوهام وجلب البوارج الكبرى. وعلى الرغم من إدانة هذا التنظيم ووضعه على لائحة الإرهاب، فهناك من رآه المدافع عن حق السنة في العراق، وأن أي حرب عليه تمثل حربا على السنة جميعا، ومعنى ذلك أن أي تورط أمريكي سوف ينظر إليه من هذه الزاوية. تضيف الرياض أو تسأل: من خدع الآخر؟ تنظيم داعش الذي ولد على يد تحالف أمريكي عراقي أسدي وإيراني، أم تلك الدول؟ وهل نصدق أن 4000 بأسلحة عادية وإمكانات مادية بسيطة يقومون بهذا الدور الصاعق، أم أن البيئة المحيطة بهم في العراق وسوريا سهلت لهم الانتصارات والدعم؟ إن مظاهر الحرب في العراق وسوريا تداخلت بها كل الخيوط التي نسجت حالتهما الراهنة، أما أمريكا فتترك خياراتها مفتوحة، لكنها لا تريد مجازفة جديدة ولا ترغب في أن تتمدد داعش إلى ما هو خط أحمر. ربطا ونختم مع الحياة: بغداد تصوم رمضان على وقع خوف وتوتر، بقلم علي السراي. سعى العراقيون قبل شهر رمضان إلى تأمين المواد الغذائية التي تكفيهم خلال الفترة المقبلة، لكن ليس فقط لأجل تحضيرات الصيام، بل إن أخبار تمدد مسلحي داعش في مناطق شمال وغرب البلاد تذكرهم بأوضاع الطوارئ التي عاشوها مرارا كما في ربيع 2003. السلطات العراقية حاولت مراقبة الأسواق لمنع التجار من استغلال الظرف الأمني وزيادة الأسعار. لا يمكن القول أن ارتفاعا كبيرا سجل على الأسعار، لكن احتمال محاصرة المسلحين بغداد يجعل سكانها في خطر يتمثل بفراغ السوق من المؤن. ومن الحياة هذه الكاريكاتير التي رافقت المقال بريشة حبيب حداد: رمضان دامي في العراق، هلال الشهر الكريم ملطخ بدماء العراقيين للأسف. بهذا الكاريكاتير أختم الجولة وأعود إلى كاترين وضيفها. شكرا لك كريستين. نحن حنتوقف أستاذ قاسم مع فاصل إعلاني قصير ومنتابع من بعده حوارنا، ابقوا معنا. برحب فيكم مجيد مشاهدينا، وبتابع هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي الصحفي والكاتب قاسم قصير. وكنا نتحدث عن داعش وعن وجود داعش في لبنان، وحضرتك لم تستبعد أن تستقطب داعش المزيد من الشباب اللبنانيين، ولكن كنت عم قلك قبل الفاصل أنه في بعض السياسيين في لبنان يحملون حزب الله، حملوا سابقا وما زالوا يحملون حزب الله مسؤولية ما آلت إليه الأمور، يحملون مسؤولية هذا الاحتقان السني الشيعي لتدخل حزب الله في سوريا، وبأنه جذب هذا التطرف، وليس صحيحا أنه نجح في منعه من الدخول إلى لبنان وتغلغل فيه. شو تعليقك على هذا الكلام، علما أنه الحزب هو المستهدف وبيئته تحديدا هي من يتم استهدافها في هذه الفترة؟ مشاركة حزب الله بالصراع في سوريا أوجد بيئة سنية متعاطفة سواء مع داعش أو مع النصرة، وأوجد ردود فعل. كمان الآن وضع بالعراق، أداء الرئيس الحكومة المالكي، عدم وجود حكومة متوازنة في العراق، عدم إشراك السنة بشكل فاعل أعطى لداعش. لكن أنا برأيي تنظيم داعش مش ناطر حزب الله ليشارك بسوريا أو لا يشارك بسوريا. هذا التنظيم أساسا موجود قبل أحداث سوريا وقبل أحداث العراق. من أوجد هذا التنظيم؟ لا، هذا تنظيم هو في علامات استفهام هو لا هو كثيرة تنظيم في أمور غامضة. هلا التنظيمات الإسلامية عادة متشددة تستفيد أو أحيانا من دعم مخابراتي من بعض الدول، لكن هذا التنظيم موجود بالعراق قبل أحداث سوريا. الدولة الإسلامية في العراق موجودة، هو ورث تنظيم القاعدة في العراق، ورث أبو مصعب الزرقاوي. يعني هذا التنظيم ليس جديدا، انبثق من القاعدة، انبثق يعني من القاعدة. صار في خلاف بعد أحداث سوريا عندما ذهب وتم تأسيس الجولاني، أسس النصرة. كمان البغدادي أرسل أشخاص إلى سوريا ليؤسس ليكمل دور الدولة الإسلامية في العراق. صح، حصل خلاف من الذي يمثل القاعدة، هل يمثلها جبهة النصرة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وتدخل أيمن الظواهري لصالح جبهة النصرة ضد الدولة الإسلامية. الذي حصل الآن أن تنظيم الدولة الإسلامية هو الذي نجح في استقطاب التنظيمات الإسلامية في العراق، ومش بس جماعة القاعدة حتى غيرهم، وفي سوريا يبدو أنه ذلك. أنا برأيي موضوع داعش طبعا يستفيد من دعم أحيان مخابراتي، تتقاطع علاقته مع، لكن داعش موجود قبل حزب الله بسوريا وقبل حزب الله أو بالأحداث العراق. نعم. داعش تنظيم، هذه التنظيمات أساسا في لبنان ليست نتيجة، موجودة بلبنان
منذ 20 سنة، منذ أحداث الضنية، منذ أحداث البرلمان، منذ محاولة الاعتداء على مطاعم المكدونالد، منذ محاولة السفارة الروسية. هذه طبعا حزب الله مشاركته بسوريا عزز، توجهت الاستهدافات لبيئة حزب الله سواء بالتفجيرات. أما وجود هذه التنظيمات مش ناطرة حزب الله ليروح على سوريا، هي موجودة بلبنان. أنا عندي دراسة من 1999 تقريبا بدأت تنشط منذ أحداث الضنية، عملت ما يشبه إمارة بغض النظر عن قديش كان صحيحة ولا مش صحيحة. أحداث البرلمان، موضوع البوسنة، محاولة قتل الأرثوذكس، المطاعن الأرثوذكس، قتل الشيخ نزار الحلبي في طريق جديدة، يعني هذه الأعمال، قتل القضاة الأربعة في صيدا، يعني في سلسلة أعمال لهذه التنظيمات. لكن هذه التنظيمات عندما يحصل تطور كبير في المنطقة تنتعش أكثر وتجد من يدعمها. عندما تضعف الدولة ويصير في صراع سياسي تقوى هذه التنظيمات. عندما يحصل توافق سياسي، طب ليش هلأ عم تقدر الدولة تواجه هؤلاء وتعتقلهم بدون أن تجد معارضة شديدة افتراضا؟ باستثناء الآن الحراك اللي عم تعمله هيئة العلماء المسلمين، لأنه في توافق سياسي، في تعاون بين حزب الله وتيار المستقبل. أنا برأيي الآن طبعا هذه التنظيمات في لبنان يعني قبول لها أضعف من ما كان قبل 4 أشهر. إذن هل سيتمكن لبنان من مواجهة هذا الخطر اللي عم تقول إنه يعني هو حقيقي يعني وواقع؟ حتى الآن نجحت الأجهزة الأمنية على الأقل بمنع اكتمال عمليات التفجير، اعتقال بعضهم، يعني منع أو مش بس الوقاية منهم، بلش تعتقل أشخاص قبل ما ينفذوا العمليات. لكن أنا برأيي الموضوع يتعلق ب ماذا يجري في المنطقة. إذا زادت التطورات في المنطقة وداعش نجحت في تأسيس دولتها ومواجهت قوى، أنا برأيي لبنان سيكون معرض أكثر. إذا لم يصير في تسوية على مستوى المنطقة بين السعودية وإيران، إذا تركيا لم تتدخل لمواجهة داعش، نحن سنكون في بيئة يعني اليوم هذه المعلومات اللي مش عم بحكيها أنا. إذا كانت كل الدول عم بتقول إنه ما بدها داعش، يعني هلا هذا الكلام بدنا نميز يعني بين الموقف النظري والواقع العام. بس شو مصلحة دول مثلا مثل دول الخليج، لأنه هني متهمين إنه عم بي مش هيك عم بسكرون إنه هني عم بيمولوها، إنه تقوم الخلافة الإسلامية اللي عم تحكي عنا داعش، ما هي مصلحة يعني هذه الدول؟ يعني بالسابق السعودية رغم إنه كانت تقول إنها ضد القاعدة دعمت طالبان ومولت طالبان، وطالبان هي اللي كانت حليفة للقاعدة. يعني أحيانا السياسات مرتبطة بالمصالح مش مرتبطة بالمواقف أو بالأمنيات. أحيانا في مين بيدعم تنظيم القاعدة كيف نشأ؟ بدعم سعودي أمريكي باكستاني، بعدين القاعدة تحولت إلى قوة ضد أمريكا وضد السعودية. أنا برأيي هذه الدول الآن تعتبر أنه كان اللي صار، أنت داعش نشحت الآن بعد الانتخابات اللي صارت بسوريا، بعد الانتخابات اللي صارت بالعراق، بعد الاتفاق اللي صار بلبنان. إيران لم تذهب للمفاوضات مع السعودية، تم توجيه دعوة لوزير خارجية إيران للذهاب إلى السعودية، اعتذر بسبب مفاوضات نووية. فجأة شفنا العراق يعني حصل اللي حصل، مش بس بسماء صافي. يعني في شيء لافت لما بسألك انه مين بيدعمها، مين اوجدها؟ عم تقول كانت موجوده اصلا قبل معك. طب من يدعمها اليوم ولاي هدف؟ في هون غموض. يعني بنشوف يعني انه داعش مثلا بسوريا لا تحارب النظام في سوريا، تحارب جبهه النصره، تحارب الجيش الحر. البعض يرى انها تخدم في مكان ما النظام، مصلحه النظام، بينما في العراق هي بالعكس، يعني ضد تخدم إيران. مصلحه السنه وهي ضد إيران هذا التنظيم. ما هو بدنا نرجع نفهم هو التنظيم ليش نشأ تحت عنوان إقامة الخلافة، وهو اعتبر الأولوية له ليست مواجهة النظام في سوريا، توسعة رقعة الأرض التي يتواجد عليها باتجاه سوريا والسيطرة على منطقة كان عم بمهد للإصار الآن. طب الآن إذا كان حتى النظام ما عم بيحاربه أستاذ قاسم كما يجب. هلأ بدأ النظام السوري، هلأ بلش النظام هلأ السوري. بلش بس ليش لهلأ تبلش النظام السوري؟ مش هيك عم بقول لك في علامات استثناء؟ عادة تتقاطع مصالح هذه التنظيمات أحيانا مع بعض الأنظمة، لكن النظام السوري كان عنده 3 جبهات، عنده جبهة النصرة، عنده الجبهة الإسلامية، وعنده الجيش السوري القر. طيب وعنده داعش. اللي صار بداعش، شو عمل داعش؟ داعش أخذت منطقة شمالية لم تؤثر على المناطق استراتيجية للنظام، ما شاف النظام عنده أولوية. هلأ مستقبلا بده يصير في صدام بين النظام وبين داعش، أنا برأيي طبيعي مثل ما هلأ بالعراق. لكن النظام اعتبر أنه أولويته الآن، والنظام كان عم براهن على شو؟ بس تركه يتمدد على خطوط يعني حدوده مع قدرة. العراق يعني ما كان عنده قدرة، مثل ما جبهة النصرة تمددت في مناطق قريبة من الشام، مثل الجبهة الإسلامية، مثل جيش سوري الحر. طب النظام خلال الفترة الماضية كان بده يقاتل كل هؤلاء، شو اعتبر النظام؟ أنا هيك تحليل أنه خلي يتقاتلوا مع بعضهم، فهو بيستفيد من الصراع فيما بينهم، لأنه هو
عادة هذه التنظيمات أول شيء بتكون مع بعض البعض، بعدين بلش تتصارع على الخلافة، على البيعة، على السلطة، على الأموال. كان رهان النظام هيك. أنا برأيي حتى هذا الرهان كان خاطئ، لأنه داعش استفادت من سكوت النظام عليها، عززت وضع بالعراق. الآن مش كانوا يقولوا أنه إيران والمالكة هم الذين أطلقوا داعش المجموعات اللي قتلتها سوريا؟ طب كيف واحد بيطلق المقاتلين وبخليهم يتعاونوا وبعدين بيصير هو بده ضده؟ أنا برأيي هذه التنظيمات تستفيد. مثل بالسابق معظم التنظيمات الإسلامية المتشددة اللي كانت في لبنان وفي سوريا كانت تستفيد من دعم النظام السوري للذهاب إلى العراق لمقاتلة القوات الأمريكية أو لتنفيذ عمليات ترجيح، بعدين تحولت ضد النظام بالعراق. يعني تستفيد وتفيد. نعم، يعني حسب المصالح وحسب الظروف. نعم. الآن طب نحن في علامة استفهام كبيرة، إذا كانت داعش ليست لا تناسب السعودية أو تركيا، لماذا حتى الآن لم نلحظ خطوات عملية وموقف واضح من تركيا ومن السعودية تجاه داعش؟ أمريكا. طب أمريكا بس قلت لك ليش هلا أيضا بالجولة على الصحف إن البعض بيشوف إنه الوقوف ضد داعش سنية. بدها تبين وكأنها ضد حقوق السنة في العراق وضد وضعهم. السعودية بكرة بس تصير داعش تمثل الخلافة الإسلامية وتقول إنه بدنا نروح نحتل السعودية، ستجد السعودية نفسها في مواجهة. هالتنظيمات الإسلامية المتشددة هي مثل الغول، كل واحد بربيها أو بيدعمها ليخوف فيه الآخر بعدين تنقلب عليه. هذه نعم. طبيعتها هي. نعم. اسمح لي استاذ قاسم لانه بدي اشير انه بعد حوالي 10 دقائق نعم. يعني عند الساعه 11:30 نحن نرتقي بمؤتمرا صحفيا للعماد ميشيل عون، ايضا نرتقي بان يطلق مبادره البعض يمكن بيشوف او بيتمنى انه ان تشكل هذه المبادره مخرجا للمازق الرئاسي اللي عم نعيشه. رح نترقب بعد شوي ونكون بنقل مباشر لهذا المؤتمر. مش هيك بدي فوت هون شوي بالوضع نعم. السياسي من البوابه الامنيه. البعض بيشوف انه خطر داعش المتزايد على لبنان قد يسرع في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، والبعض يذهب أبعد من ذلك أنه قد يسرع هذه العملية باتجاه أشخاص معينين، تحديدا باتجاه أشخاص عسكريين، تحديدا أكثر باتجاه قائد الجيش العماد جان قهوجي. شو تفسيرك لهذا الأمر؟ وهل يمكن أن يكون هناك ترابط بين الأمن والسياسة يعني هذا أمر على صحيح. هذا المستوى؟ يعني بسبب الوضع الأمني وسبب التطورات في المنطقة بدأت حراك دولي وإقليمي من أجل تسريع الانتخابات الرئاسية، لكن هذا الأمر يتطلب مسألة أساسية. ما بعرف هلا العماد عون ماذا سيقول، إنه العماد ميشيل عون أما هو يبطل مرشح ويقبل بأي مرشح آخر سواء جون قهوجي أو كما كنا عم نتحدث تحت الهواء بدأ يطرح اسم سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري لأنه كمان كان مدير مخابرات أو شخصية أخرى غير مطروحة أساسا، لكن العنصر الأمني أو العسكري سيزداد موقعه ودوره في المرحلة المقبلة. والعماد جون سيسرع يعني من سيسرع، لكن برأيي هذه مرتبطة بموقف واضح من العماد ميشيل عون. إذا العماد ميشيل عون بيقبل، لأنه هلأ في سمعت أنا معلومات أخرى أنه عم بيقولوا إذا أنتم معتبرين بدنا نعجل طب خلينا نروح على انتخابات نيابية قبل الرئاسية ونعمل انتخابات، وحتى يمكن يطرح العماد عون حسب ما سمعت بعض المعلومات أنه انتخاب الرئيس من الشعب تقديري يمكن ما راح يزبط. بس الآن هذه عملية كبيرة يعني بدأت الآن أنا برأيي أي حل سياسي للانتخابات الرئاسية يتطلب موافقة العماد ميشيل عون. هل هذا يعني أنه حلفاء العماد عون في 8 أذار لن يسيروا بأي مرشح غيره دون موافقته؟ طب ماذا لو بقي غير موافق ويطرح نفسه مرشحا؟ يعني يبقى البلد معلقا على هذه الأسئلة. قرار حلفاء عون هم يقبلون ما يقبل به العماد عون. إذا العماد عون طب ليه هالقد يعني هذا بسبب اللي صار يعني بال 2009 2008 عندما حصلت اتفاق الدوحة 7 أيار بعدين اتفاق الدوحة وقبل العماد ميشيل عون بالرئيس ميشيل سليمان رئيس الجمهورية ووافق، كان في مجموعة شروط على أساس يتم تنفيذها لاحقا، يبدو أنه لم يتم تنفيذها بشكل أدق ولا بشكل متفق عليه. في نوع من الوفاء الآن للعماد ميشيل عون، نحن إذا أنت ضحيت بال 2008 وقبلت برئاسة ميشيل سليمان نحن الآن لن نقبل إلا بما تقبل به. يعني هذا المنطق اللي حكى مع العماد ميشيل عون. بس إذا كان ليس من فرصة هذا بقرر العماد ميشيل عون انطلاقا مما يقوله البعض أنه لا أمل في أن تثمر لقاءات المستقبل يعني حتى الآن فرصة العماد ميشيل عون لا تزال قائمة. وأنا برأيي الظروف كمان بتساعد العماد ميشيل عون أنه يقول أنه نحن بحاجة لرئيس مسيحي قوي وأنه أنا بقدر عالج الأوضاع بلبنان، هذا الرهان. لذلك حتى الآن لاحظنا أنه تيار المستقبل لم يعلن موقفا رسميا رافضا
بترشيح عماد ميشيلون، ما قال حتى الان. ولكن هو عم بيربط بشكل واضح انه يقبل بقيه القوه ب 14 اذار او لا بتوافق مسيحي تحديدا. أنا برأيي القرار على ترشيحه، ونعرف انه هذا الامر متعذر يعني ما بل مستحيل بالوقت الحالي. عماد ميشيلون موضوعه مرتبط اساسا بموقف سعودي، اذا السعوديه تبنت عماد ميشيلون القوى المحليه ستقبل لذلك، والسعوديه رابطه الموقف من عماد ميشيلون باتفاق مع ايران حول الوضع في المنطقة، تعجل هذا الاتفاق ولذلك السعودية الآن ما بدها تجيب حدا قبل ما يصير توافق. أنا برأيي الآن اللي صار بالعراق والأحداث اللي عم بتصير عم بتعجل الآن، وامبارح لاحظنا بدء حراك سياسي في المنطقة، الشيخ تميم والرئيس الإيراني روحاني، اتصال بعبد الفتاح السيسي، السعودية بلشت الملك عبد الله ياخذ بعض مواقف، في شيء عم بيصير. يعني ممكن نشوف تقدم على الخط السعودي الايراني ينعكس على هذا احتمال وارد، لانه الوضع العراقي اذا تم الاتفاق على الوضع العراقي انا برايي، لانه السعوديين كمان مثل بصير انه بتعطيني لاعطيك، اذا السعوديين حصل بالعراق تراجع عن ترشيح المالكي واجت شخصيه تريح السعوديه وتريح السنه في العراق، يمكن يصير في قبول بالعماد ميشيلون هون، يعني البعض بيربط الملفات بعضها ببعض انه مقابل يعني الفرصه لم تنتهي، لم تنتهي ما زالت متاحه امام العماد عون موجود. اذا السعوديه انا برايي خلينا نكون بالزمان العماد ميشيل سليمان، منين اجى اسمه؟ من الرئيس حسني مبارك. اول من سمى العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهوريه هو الرئيس حسني مبارك، هلا يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي او الملك السعودي نيالنا هيك يعني للاسف للاسف نحن الوضع بلبنان مرتبط بالوضع الاقليمي بالمنطقه حتى الآن، وأخذنا فرصة صارنا تقريبا شهرين منذ انتهاء عهد الرئيس ميشيل سليمان لم يتفق اللبنانيون على رئيس، ولذلك وهذه قال الرئيس بري إذا لم نتفق ستزداد التدخل الدولي والإقليمي في اختيار الرئيس. مشان هيك هلأ الفاتيكان حسب ما ذكر في الصحف عم بيتحرك، وزير الخارجية كيري التقى بالشيخ سعد الحريري، بلامبلي كان له لقاء مع العماد ميشيلون، يبدو ان يعني الحراك الدولي والاقليمي سيزداد، وهناك حرص على منع انعكاس الامور في المنطقه على الوضع اللبناني، لذلك لاحظنا امنيا عم بيحاول يضبط الوضع، ولكن اذا سياسيا ما صار في حال ما بصير. هلا ما بعرف العماد ميشيلون قديش ممكن يضحي بترشيحه مقابل الوصول برايك قد ايه ممكن انه يتراجع العماد عون يعني حتى الان حسب معلوماتي انه العماد ميشيل مصر على هذا التوجه حتى النهايه حتى الان يعني هلا الا اذا بصير ما نحن العماد ميشيل عون كمان عاده ببلش دائما بسقف عالي بتشكيل الحكومات بس هالمره في رئاسه ويقال انه هذه الفرصه الاخيره للعماد عون وبالتالي لن يتساهل في هذا الموضوع يمكن مثلا ينطرح مثلا حلول معينه انتخابات رئاسيه مثلا مش لمده 6 سنوات مثلا في امكانيه للحلول بما يرضي العماد ميشيل عون هلا انا بالاخير اللي شايفه بدون رضا العماد ميشيل عون لا يمكن اجراء انتخابات رئاسيه ولا يمكن الاتفاق على مرشح بديل إذا قبل ميشيل عون بيمشي إذا ما قبل هو الآن الرقم الصعب في المعادلة وحلفائه لن يتخلوا عنه حسب المعلومات يعني بفضلوا الفراغ في لبنان على أن يكون العماد عون غير راضي هذا ما حصل حتى الآن ليه بخافوا أنه يفك تحالفه معه ويقلب الطاولة يعني أول شيء وفاء للعماد ميشيل عون أولا وفاء للعماد ميشيل عون ثانيا تجربة الرئيس ميشيل سليمان لم تكن تجربة يعني ناجحه طيب بس هون يعني في 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 يعني مستقبل البلد على المحك هو بدك عم نحكي انه لا بنضل بفراغ يعني معادله عون او الفراغ يعني حقيقي طلعت يعني هلا انه عون او مش عون او لاحد يعني بس انه عون ما يريد عون هلا كمان في منطق داخلي انا برايي كمان المسيحيين انا برايي هذا المنطق انه من هي الشخصيه التي تستطيع ان تاخذ لبنان سواء على مستوى سوريا او على مستوى حزب الله إذا ما إجا شخص بريح حزب الله يعني هي الفكرة هون اليوم قريت رغم أنه كاتبه يمكن شايفه من زمان معلومات الزميل سركيس نعوم أنه مقابل عام مقابل القرارات الدولية أنه على المستوى الدولي أنه في استعداد للقبول ميشيل عون إذا كان هالشي بيؤدي لتطبيق قرارات الدولية أو للأخذ من حزب الله الشخصية الوحيدة اللي ممكن تأخذ من حزب الله بمعنى الخروج من سوريا معالجة موضوع السلاح بعتقد اللي مات ميشيل عون لأنه في نوع من التحالف هذيك اي شخصيه اخرى ما راح تكون يعني بدها تدير ازمه اكثر ما بدها تحل المشاكل لذلك في لحظه والان وضع المسيحي بالمنطقه كمان عم بيضغط امبارح كنت عم بسمع تقرير على الجزيره انه صار في اجتماع بالكونغرس حول مستقبل المسيحيين بالشرق وكيف ممكن دعم الوجود المسيحي
لذلك فكرة الرئيس القوي فكرة أنا برأيي أنه عم بتأكد أنه إمكانية العماد بن شرعون أكثر من غيره. هذا ما بيعني هالشيء أنه ما في تسويات. أنا برأيي طبعا إذا وصل العماد بن شرعون أنه لا إمكانية بده يعني يبحث عن خيار آخر أو يساهم بده يسلم يعني بتسويات بده يسلم بتسوية معينة فبصير أنه لأنه كمان الأمور ما راح يكمل على طول. بس حتى الآن العماد بن شرعون بقول أنا إلي حق أكثر من غيري مثلا افتراض لي أكثر من سبب. ويمكن إذا إجا العماد جون أهوجي بيجي شامل روكز مثلا قائد جيش بيكون نوع من جائزة طردي بهالإطار احتمالات واردة أو لا. بس كمان في كلام إنه العماد جون أهوجي في أيضا اعتراضات عليه تم الإعلان لكن الآن الشخصية الأكثر نائب جوبلات أعلنها صراحة صحيح. ولكن آخرين كمان يمكن لا يفضلون يعني أن يأتي إذا اتفق تيار المستقبل مع العماد ميشيل عون مع بقية القوى من الأزهر بعتقد بصير أستاذ وليد جوبلات بده يساير الوضع مثل ما ساير قبل أكثر من خيار. يعني أنا برأيي العماد جون أهوجي مش من باب ترويج له قد يكون هو الخيار الأقوى بعد العماد ميشيل عون نظرا للدور اللي عم بيقوم في الجيش خصوصا نحن بنعرف بلبنان بالأزمات بعد كل أزمة كبرى مثل 58 بيجي قائد جيش رئيس الجمهورية. هذا الخيار هو الخيار الأقوى ويبدو أن قائد الجيش أسهمه مرتفعة على المستوى الإقليمي والدولي بس هذا يحتاج إلى موافقة العماد ميشيل عون. إذن لا رئيس بدون موافقة العماد بن شرعون يعني أصبح هو يعني بيضة يعني القبائل هذا الواقع يعني ما بعرف أنه لا نعم. هلا بالأمور يلي معقول يطرحها اليوم العماد عون حسب ما هو متداول منذ أسابيع يعني وليس فقط بمعلومات الصحف اليوم أنه عنده فكرتين فكرة انتخاب الرئيس من الشعب وعلى مرحلتين أولا على الصعيد المسيحي وثانيا على صعيد وطني وعلى صعيد مختار شخصيتين مسيحيا واثنين بيصيروا ينتخبوا نعم. طب قد هذا الخيار واقع يعني هلا يمكن يكون هو الأفضل أو هو الأسلم أو يعني على المدى ينتج تمثيلا حقيقيا ولكن البعض يشوف فيه أيضا قلب للطاولة قلب للدستور محاولة للذهاب إلى عقد مؤتمر تأسيسي ونسف كل ما يقوم عليه يعني لبنان حاليا. نحن أمام أزمة أساسا الموضوع المسألة ليس فقط انتخاب رئيس أساسا وضع النظام السياسي بلبنان هو مثل ما شايف أنه حتى موافقة مجلس الوزراء لإدارة المرحلة قديش بقينا لقدروا رتبوا صيغة معينة من أجل الانتخاب. نحن أمام أزمة بحاجة إلى حلول مش حلول جزئية حلول كلية نعم. هلا بيقبلوا بهالشيء ما بعرف أنا ما عندي ليش في استعداد عند بقية الأطراف للقبول بقرارات أو بأفكار غير تقليدية لكن العماد بن شرعون بيحاول أنا برأيي أو سيحاول مش بس غير تقليدية هذه بعض بيشوفها بمثابة ثورة يعني على الدستور يعني الحالي أساسا الوضع في المنطقة يحتاج لتغيير كلي وأنا برأيي الآن مشان هيك العماد بن شرعون معتبر الآن في لحظة يعني مناسبة في ظل ما يجري في المنطقة بظل التمدد الإسلامي الكبير في المنطقة. أنا برأيي الشيء اللي كنا عم بلشنا فيه إنه إعلان داعش خلافة إسلامية مش بطالبان بأفغانستان إعلانها بسوريا وبالعراق يعني أهم دولتين إقليميتين بالمنطقة هذا يعني وإمكانية تمددها هذا خطر وأحد أكثر الناس اللي يمكن الخطر دفعوا ثمنه المسيحيين. الأرقام اللي عم تنذكر عن هجرة مسيحيين من سوريا ومن العراق ومن لبنان خطيرة مخيف. جدا لذلك قد يكون يعني إعادة ترتيب الوضع بما يعيد للمسيحيين دور أساسي بالنظام السياسي اللبناني أنا برأيي هذه ممكن تكون من الأفكار لمواجهة هذا الوضع الإسلامي المتشدد في المنطقة. بس قديه بتعطي رئيس قوي يعني بعض المسيحيين بيشوفوا أنه هذه فيها لأنه نظرا لل يعني من الناحية الديموغرافية أنه المسيحيين اليوم هون هن أقلية فبالتالي ينتخب الرئيس المسيحي يعني بأصوات غير المسيحيين. إذا تمت على مرحلتين انه اول شيء بيتم اختيار الشخصيتين الاكثر بياخذوا عند المسيحيين بيتم منهم بيصير فبتصير انت عم تختار الشخص اللي اختاروه المسيحيين من ضمنهم يعني هذه كان وهذه كانت حتى بالانتخابات النيابيه صوت التفضيلي او شيء هذه فكره هلا يمكن مش الان تطبيقها يكون مش ممكن الان بس انا برايي العماد بن شرعون عم بيحاول يلقي الكره بملعب الاخرين انه اذا بدكم انتم حلول خلينا نروح لحلول جذريه حتى ما تبقى المشكله ما كنت عم تفضل الحلول الجذريه بدها ظرف سياسي بدها استقرار بدها توافق يعني اتفاق الطائف كل هذا يعني متى حصل اتفاق ليس متوافق اتفاق الطائف حصل بلحظه متغيرات دوليه في المنطقه بعد حرب الخليج الثانيه
اضطروا يعملوا اتفاق الطائف اول مره رجعوا تم تطبيقه بعد الهجوم يعني الامريكي. يعني صحيح انه هناك من يذهب الى يعني مؤتمر تاسيسي. هلا كلمه مؤتمر تاسيسي البعض بخاف منها انطلاقا من هذا الاقتراح المرتقب. انا برايي نحن بحاجه لاعاده النظر بالنظام السياسي اللبناني، وهذه مش ترويجا لفكره او شيء. لبنان النظام الذي كان قائما خلال 20 سنه لم يعد قابل للتطبيق في الواقع الحالي وفي ظل الظروف، هذا رأي شخصي حتى ما حدا يحمل حدا. لبنان بها هي الظاهرة، عادة أنت بتصير المؤتمرات سواء تأسيسية أو إعادة نظر بوقت الأزمات، ما بتصير يعني اتفاق الدوحة ماذا أنت حصل؟ حصل بعد أحداث 8-7 أيام. نعم. يعني عادة عندما يكون في أزمة بتروحي على خيارات جذرية أو غير عادية. لما بنحكي عن مؤتمر تأسيسي يعني بهذا الحجم، هذا يكون عندما تكون ليس هناك دولة بالكامل، وإنما أنا كلمة في مؤتمر دولة تأسيسي ولكن في مشكلة بالنظام، ربما اتفاق الطائف يحتاج إلى بعض التعديلات، الكل يقر بهذا الأمر، ولكن ليس المطلوب يعني نصف بلا كلمة بلا كلمة مؤتمر تأسيسي طائف تاني أو اتفاق دوحة تاني أو ما بينهما أو مؤتمر حوار تاني. نحن بحاجة لما يسمى إعادة نظر بالوضع. هلأ شو التسمية المصطلح؟ يمكن مؤتمر تأسيسي بتخوف أو تثير التباسات، لكن النظر بالواقع السياسي اللبناني بعد كل اللي صار وتبين قديش في ثغرات بالنظام السياسي اللبناني، بنقول نحن نخبي الوضع ونقول لا ما في شيء. أنا برأيي نحن بحاجة. هلأ فشل انتخاب الرئيس افتراضا، نعم. عدم اجتماع الحكومة لمدة أسبوعين للبحث في آلية مجلس الدستوري صار عنده كتير مشاكل، نعم. يعني حتى هون الرئيس نقاطي بهالمجال كمان. هلأ مشكلة الآن مطروحة، إذا أقروا صار في انتخابات نيابية وأتى وقت انتخابات نيابية ولم يتم انتخاب رئيس، طب هاي الحكومة كيف ستدعو لمراسيم الانتخابات النيابية؟ يعني بدها تصير أي قانون انتخابات سيتم؟ مين بيختار؟ كيف بتم الاستشارات النيابية؟ كل أسئلة بحاجة لإعادة تفكير. يعني نعم. الفكرة اللي بعم أقولها أنا نحن أمام وضع مش طبيعي، التفكير بأفكار غير عادية هي ضرورية سواء تحت الضغط أو بسبب الظروف، لكن ما حدا يعتبر أنه هذا التفكير هو تفكير حرام. أساسا اتفاق الطائف حتى من ضمنه في كيفية تعديل اتفاق الطائف، تعديل الدستور اللبناني، وشغلة مش بس أهم شيء يتم هالشيء بالتوافق وليس بالفرض. يعني هاي الفكرة، يعني يصير في نقاش حقيقي، يصير في بحث. نحن بحاجة الآن لبحث عميق مش بمستقبل كل الكيان اللبناني. نعم، ولكن على أكيد أنه نحن بانتظار التطورات الإقليمية، وبالتالي على الأكيد أنه الفرج يعني ليكون قريبا. يعني للأسف الكل ينتظر حجم المآسي من حولنا لا يوحي بأنه التسويات هي على الأبواب. إذا لاحظت أنه خلال الفترة الماضية باستثناء كان الحوار اللي كان بين تيار العون وتيار المستقبل بين القوى اللبنانية لا يوجد حوارات جدية للبحث بمعالجة الأزمة. يعني اجتماع سيد وليد جنبلاط، حتى طورة الحوار اللي كان برئاسة رئيس سليمان في مع الشيخ سعد الحريري بقي ناطر شهر تقريبا ليجتمع مع الشيخ سعد الحريري. حزب الله وتيار المستقبل باستثناء التنسيق اللي عم بيتم بين داخل الحكومة، خصوصا يعني هلأ حزب الله كتير مرتاح لأداء الوزير نهاد مشنوق والعلاقة الجيدة، ما في بحث مباشر. الرئيس نبيه بري واضح انه هو يعني مزعوج من كل الوضع لانه ما في بحث جدي بكل الامور، لا بانتخابات لا بسلسله حكومه بتجتمع بعض بصعوبه. يعني في ازمه موجوده، هذه الازمه بحاجه لافكار غير تقليديه. العماد ميشيل عون، الشيخ سعد الحريري، الاستاذ وليد جنبلاط، سمعت انا قبل ايام الاستاذ وليد جنبلاط عنده مبادره. حزب الله يفترض يتحرك، نعم. مش بس يفكر بالجانب الأمني، يعني كمان كلهم معنيين، نعم. أنا برأيي بالبحث بحلول لهذه الأزمة التي نعانيها. أنا بدي أشكرك الصحفي والكاتب أستاذ قاسم قصير.